نقوم الآن ب لكي لا تدور هذه الفلنجة أو الطنبورة، بالإنجليزي تسمى بالبريك ديسك وبالفرنسي ديسك دو فران، وباللغة الإسبانية ديسكو دي فيرنو. نستخدم هذه الآن CRV 10، هذه هي بهذا الشكل، تكون CRV 10 لفتح هذا في البداية. مليان بالصدأ، لا نقوم بفتح هذا البرغي وهذا البرغي بمفتاح 13. هذا البرغي في الأعلى، أيضا سوف نقوم بفتح هذا البرغي 21، وأيضا هذا البرغي 21. بإخراجه الكاميرات القديمة، هذا هو البرغي 21. سوف نقوم بفتحه بهذه هذا هو البرغي 21 متر قياسه.
هذا البرغي الثاني. الآن نخرج هذا البراكيت هذا على جانبين. الآن نحاول نخرج هذه ونزيل هذه القديمة. ننظف هذا قديما. قم أيضا بتنظيف القديمة هنا. هذه هي الجديدة. هذا هو البرغي الخاص بها، استخدم CRV10 هذا بهذا الشكل. نضع له القليل من الشحم. ثم نعيد ربط هذا البراكيت. قام بالربط، إعادة ربط.
الآن نحضر هذه أجزاء البريك، تعرف بالعراق باسم الديسكات، والبعض يسميها تيل الفرامل والبعض يسميها أقمشة الفرامل. هي باللغة الإنجليزية تسمى بريك باتس، بالفرنسية بلوكيت دوفان، وباللغة الإسبانية باستيلاس ديفيرنو. جيد، واحد يعرف بعض الأسماء باللغات الأخرى اللي يتسنى له البحث عنها في المواقع عند الشراء أو عند البحث في اليوتيوب. في البداية نقوم بوضع هذه الأجزاء الجديدة هنا. بهذه الطريقة، ما هذا يا هذا، هذه بهذه الطريقة هنا، وهذه الأخرى في الأسفل بهذه الطريقة، ثم الوضع هذه من الأعلى إلى الأسفل بهذه الطريقة. سهلة الحركة، يجب أن تكون سهلة الحركة لكي لا تبقى ثابتة وتنتهي. هذه القطعة الثانية أيضا بنفس الطريقة. نقوم بالتركيب، سنقوم بفتح هذا البرغي وهذا البرغي، قياس 13 مليمتر. نفتحها. الآن نحضر هذا المفتاح الذي يعرف بمفتاح العزم، فيه درجات وقياسات للربط. سوف نقوم بالربط ب 120، هذا الربط ب 120. وبهذا يكون انتهى العمل في هذه السيارة. نحن في قناة إيزوي لتصليح السيارات، نسعى لأن نجد الحلول لكثير من مشاكل السيارات ونقدمها لكم، ولا نطلب منكم سوى الدعم من خلال الإعجاب والاشتراك في قناة إيزوي لتصليح السيارات، وأيضا متابعة الإعلانات المرفقة مع الفيديوهات، فهي تعتبر جزء من دعمكم لنا. نلقاكم على خير، دمتم سالمين.